دكاترة في علاج أي حالة توكسيستي. التشخيص والعلاج الدياجنوزز والتريتمنت. هو الشابتر ده عامة كله مهم في الامتحان، يعني سواء الريتن أو الراوند. المهم أول حاجة هنتكلم عن الدياجنوزز، التشخيص. عندنا مثلث التشخيص بيتكون من 3 حاجات: history و examination و investigation. اول حاجه الهيستوري. الهيستوري تيكن فروم البيشنت، باخدها من المريض. باخد منه هيستوري عن ايه؟ عن البيشنت نفسه وعن البويزن اللي خده. عن البيشنت باخد معلومات عن ايه؟ عنده مثلا ترابلز، مشاكل فينانشال ترابلز او اي حاجه ثانيه. ريسنت بروت البويزن، اشترى الدواء ده قريب. بريزنس بوتل اوف سليبنج بيلز، في علبه حبوب منومه مثلا موجوده فاضيه جنبه. سادن ابيرنس اوف التوكسيك مانيفيستيشن على هيلسي وان او مجموعه من الاشخاص افتر تيكن سيرتين ميل مع بعض، ده كده مثال للفود بويزنينج. او البيشنت ريسيوت فروم فاير، او البيشنت كان في حريقه وجاي لي مثلا بحاله توكسيستي، يبقى احتمال عالي جدا ان يكون حصل له توكسيستي بالسي او، وهكذا. يبقى دي كده الهيستوري اللي باخدها عن البيشنت. طب بالنسبه للبويزن، الهيستوري باخد عنها ايه؟ التايب اوف التوكسين والروت اوف الادمنستريشن، خدوا ازاي، خدوا مثلا انترافينس، خدوا حبوب، خدوا كده، عشان اعرف هتصرف ازاي. التايم والمود اوف الاكسبوجر، علشان برضو من خلال معرفتي الخصائص الدواء وكده اعرف الدواء ده فين دلوقتي، في المعده مثلا او لو امتص ودخل الدم، عشان برضو اعرف اتصرف ازاي. واخد هيستوري مثلا عن المريض عنده سايكاتريك إلنس، حصل بيرفيوس اتمبس للانتحار قبل كده. ودايما حط في بالي consider patient error، هحط في بالي نسبة خطأ. المريض ممكن يقول لي اسم دواء ويوصف أعراض دواء تاني خالص، أو ممكن المريض يقول لي unreliable story، ممكن يقول لي قصة مش حقيقية خاصة في حالات الانتحار. لو الهيستوري unavailable، ما هيش متاحة، المريض مثلا في كوما أو كده، يبقى اخد الهيستوري بتاعته من الفاميلي أو الفريندز أو حتى من الباراميديكس اللي جابوه المستشفى، المسعفين اللي جابوه المستشفى. يبقى ده كده بالنسبة لأول جزء عندنا في عملية الدياجنوزس، التشخيص اللي هو الهيستوري، وده مهم جدا، جزء مهم جدا. الهيستوري دي يعني المفروض ان انا تيكن من البيشنت، باخد منه هيستوري معلومات عن البيشنت نفسه وعن البويزن اللي خده. البيشنت عنده مشاكل، اشترى الدواء ده قريب، ظهرت عليه الاعراض فجأة، كان في حريقة، الدواء بقى بتاعه، التايب والروت اوف الادمنستريشن، التايم والمود اوف الاكسبوجر، المريض نفسه عنده سايكاتريك إلنس. ودايما احط في بالي في الاخر نسبة خطأ. تاني حاجة عندنا في المثلث التشخيص اللي هي الاكزامينيشن. اي حد بيجيلي في حالة توكسيستي لازم اعمله جنرال اكزامينيشن، لازم اعمله فحص شامل. اهم حاجة واول حاجة لازم اطمن عليها الفيتال ساينز، لازم اعمل لها جنرال اكزامينشن واطمن عليهم. تاني بعد كده بقى هشوف البيوبل، البريس اودر، الماوس، السكين، الماسلز، وهكذا. اول حاجه بالنسبه للفيتال ساينز لازم في الاول اطمن عليهم. الفيتال ساينز زي الهارت ريت، البلاد بريشر، تمبريتشر، ريسبيريشن، الحاجات دي لازم اطمن عليها، لان في عندي ادويه، حاجات بتزود وحاجات بتقلل. بالنسبه للهارت ريت مثلا، حاجات بتزود الهارت ريت يعني بتعمل تاكي كارديا، تاكي زي الانتي انتي كولينرجيك دراج، وحاجات بتقلل تعمل برادي كارديا زي الديجيتاليز مثلا. طب البلاد بريشر، الضغط، في حاجات بتزود وحاجات بتقلل. حاجات بتزود البلاد بريشر زي السمباسوميماتكس، انا عارفه بان الحاجات اللي هي الوسم باثيك يعني بيزود كل خصائص القلب والبلاد بريشر وكده. امال حاجات بتقلل، حاجات بتقلل الضغط زي الاورجانوفوسفيت. طيب بالنسبه للتمبريتشر، في عندي برضو حاجات بتزود وحاجات بتقلل. حاجات بتزود التمبريتشر اللي هي الحاجات اللي بتعمل زي الامفيتامين، الكوكايين، حاجات اللي بتعمل ستيميوليشن للسي ان اس، الماو انهيبيتور، السيروتونين سندروم. امال اللي بيقلل التمبريتشر، اللي بيقلل التمبريتشر الباربيتوريت، الفينوسيازين، التي سي اي. بعد كده هنعرف ان الحاجات دي مهدئات ومنومات وكده، فالمفروض ان هي بتهدي او بتعمل ديبريشن للسي ان اس، فتقلل كل حاجه في الجسم منها طبعا التمبريتشر. طب بالنسبه للريسبيراتوري ريت، في حاجات بتزوده وحاجات بتقلله. حاجات بتزود الريسبيراتوري ريت زي مثلا السلسليت، السلسليت اللي هو الاسبرين بيسرع الريسبيراتوري ريت، لكن اللي بيقلله السيتاتيف والهيبنوتيك، المهدئات والمنومات. مش انا قلت ان هي بتقلل كل حاجه في الجسم؟ يبقى احنا كده اول حاجه اطمننا على الفيتال ساينز.
ماشي، اللي هي الهارت ريت والبلاد بريشر والتمبريتشر والريسبيريشن. عرفنا الحاجات اللي بتزود والحاجات اللي بتقلل. بعد كده بقى هبص على البيوبل. البيوبل يا اما فيها مايوزز او دايليتيشن او مايدريزز. المايوزز الحاجات اللي بتعمل مايوزز عندي 2 او، الاورجانو فوسفيت والاوبييت، الاثنين دول بيعملوا مايوزز. امال اللي بيعمل دايليتيشن، لو لقيت البيوبل دايليتد هشوف، يعني مش دايليتد وبس، هشوفها دايليتد وفيكسد ولا دايليتد ورياكتيف. دايليتد ورياكتيف يعني ده الطبيعي اساسا، الطبيعي عندنا ان العين بتبقى رياكتيف. اوكي، ده في حالة السيمباثومايماتكس. والأوبيات والزرول يعني الأوبيات نفسه يعمل مايوزز، لكن الأوبيات والزرول يعمل دايليتد رياكتيف. طب دايليتد فيكسز زي في حالة الأتروبين. البريس أودر، بعض أنواع التوكسنز وكده بيكون لها روايح مميزة ليها، زي مثلا ريحة الكيتون في حالة الكيتو أسيدوز، سواء بقى الكحوليك أو دايابيتك أو كده. ريحة الكالاريك اللي ريحة التوم بتبقى في حالة الأورجانو فوسفرس والأرزنك. ريحة البيتر ألموند اللوز المر بتكون مميزة للسيانايد. الروتن إيج البيض الفاسد مميزة للهيدروجين سلفايد. وفي أزر أودرز تانية يعني زي الفينول والكيروسين والأورجانيك سولفنت، دي لها روائح مميزة لها. طيب بالنسبة ده كده ايه، يبقى انا كده عملت اول حاجة اطمنت على الفيتال ساينز، بعد كده شفت البيوبل والبريس اودر. بالنسبة للماوس بقى هناخد بقى من بره لجوه. من بره ممكن الاقي عليه اكني فورم اربشن، حاجات زي حبوب الشباب كده، ده في حالة السولفنت ابيوز. هدخل جوه بقى يا هلاقيه دراي او في هايبر سلايفيجن، يا ناشف حطبة او في هايبر سلايفيجن. ناشف دراي ماوس زي في حالة الأتروبين، الحاجات اللي هي الأنتي كولنرجيك. أنا عارفة إن الأتروبين بيقلل كل السكريشنز بتاعة الجسم، وعكسه اللي بيعمل هايبر سلايفيجن الأورجانوفوسفيت. الأورجانوفوسفيت بيعمل بيزود كل السلايفيجنز بتاعة كل السكريشنز بتاعة الجسم. طيب هنيجي على السكن، بعد كده هفحص السكن. لما أجي أفحصه ممكن مثلا ألاقي عليه النيدل تراك، علامات مثلا دخول ابر حقن وكده، يعني يبقى هو مثلا انترافينس دراج ابيوز، هو مدمن او كده. او ممكن الاقي عليه بولي او بلسترز، بربيع. البربيع دي بتكون مميزه لاتنين بي، اللي هي الباربيتوريت والبنزودايازبين. ماشي، هاجي على السكين نفسه، يا اما دراي او مايست. دراي انا قلت اللي بينشف كل السكريشنز بتاعه الجسم الاتروبين. مويست قلت العكس اللي هو الأورجانوفوسفرس. بعد كده هاجي على لون السكن. لون السكن بقى يا اما احمر او اصفر او ازرق. احمر دي حاجة مميزة للسي او والسيانايد. اصفر يعني جندس، ده في حالة الباراسيتامول. ازرق يعني حصل سيانوزس زي في حالة الميت هيموجلوبينيميا. ده كده بالنسبة للسكن. هدخل على المسلز بقى، هلاقي يا اما فيها ريجيديتي او فاسيكوليشن. ريجيديتي في حالة الامفيتامين والكوكايين، لكن فاسيكوليشن في حالة الاورجانو فوسفرس. اوكي، والحاجات دي لازم نحفظها كويس علشان بيلعبوا فيها في الام سي كيو جامد يعني. يبقى ده كده ثاني نقطة عندنا في مثلث التشخيص اللي هي الاكزامينيشن. اول حاجة لازم اطمن على الفيتال ساينز، بعد كده بشوف شوية حاجات، البيوبل، البريس اودر، الماوس، السكن، المسلز، الفيتال ساينز، البلاد بريشر والريسبيريشن، التمبريتشر والهارت ريت. عرفت ايه الحاجات اللي بيزود والحاجات اللي بتقلل. البيوبل يا اما هلاقيها مايوزز او ميدريزز. لو مايوزز عرفت الاثنين اللي بيعملوها الاثنين او. مايدريزز مش هقول مايدريزز وبس، دايليتد ورياكتيف ولا دايليتد وفيكسد. دايليتد وفيكسد ده احنا عارفينه الاتروبين. ماشي، بعد كده هاجي على البريس اودر، وعرفنا بعض الاودرز المميزه عندنا، ريحه الجاليريك، ريحه البيتر الموند، ريحه الروتن ايج، وهكذا. هنيجي على الماوس، عرفنا هنفحصه ازاي من بره لجوه. هنيجي على المسلز، عرفنا ايه اللي ممكن نلاحظه في قصدي على السكن، عرفنا ايه اللي ممكن نلاحظه في السكن ودي يعني علامات ايه او مميزه لايه. وعرفنا المسلز يا اما فيها ريجيديتي او فاسيكوليشن، وعرفنا ايه اللي بيعمل كده وايه اللي بيعمل كده. تالت نقطه عندنا بقى في المثلث الانفستيجيشن.
الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها، يا اما الروتين انفستيجيشن او اناليتيكال توكسيكولوجي. الروتين الحاجات العاديه، الاي سي جي، الارتيريال بلاد جاز، اعمل شيست اكس راي مثلا، كاربوكسي هيموجلوبين، اشوف السيرم دراج ليفل، اعمل يورين اناليسز. ده كده الروتين انفستيجيشن اللي انا بعملها عندي. طيب اناليتيكال توكسيكولوجي، ان انا اخد مثلا عينه بلاد، يورين، ستول، جاستريك ووج، فوميتس، اخد الحاجات دي واحللها او هديها المعمل التوكسيكولوجي يحللها ويشوف لي ايه نوع التوكسين اللي موجود فيها وكده. يبقى دي كده اول نقطة عندنا اللي هي التشخيص، اللي هو المثلث التشخيص اللي احنا قلنا على الهيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. اوكي، عرفت الهيستوري دي انتكن من البيشنت، الاكزامينيشن بعمل له جنرال اكزامينيشن، وعرفنا زي ما قلناها الانفستيجيشن اللي بعملها، الروتين والاناليتيكال توكسيكولوجي. كده عملت دايجنوزس، عملت تشخيص لحالة التوكسيستي اللي جات لي. تاني حاجة هبدأ اعالجها بقى.